صباح الصمود. كيف لا يمكننا الصمود أمام مشاكل الحياة العادية والاعتيادية والسطحية أحياناً؟ وهناك على الضفة الأخرى من يكافح ويناضل من أجل حرية مسلوبة منذ مئات السنين وسط صمت العالم وخياناته المتكررة. كيف نحزن على شيء ضاع منا مثلاً؟ وهناك أم فلسطينية تخرج ابنها من البيت كل صباح، وهي في قلبها تعده مشروع شهيد وتقدمه قربانا للحرية. كفانا سذاجة وتركيزا في الأمور السطحية، علينا أن نتعلم من هؤلاء معنى النضال، علينا أن نبتسم لكل يوم جديد تشرق علينا فيه شمس الحرية والأمان. علينا أن ننتج ونحفر الصخر كما تمكنت ملعقة مفعمة بالإرادة من اختراق ترسانة حديدية. يومكم سعيد.